الأكراد. وبعدين هو بيحاول يصلح على فكرة المشكلة الكردية. هو ما لاحظتوا أنتم خلال فترة حكمه في هدوء بشكل عام؟ قصة المساجين، قصة المساجين اللي كان من أيام الحكومة اللي قبله ثايرة، مين اللي أنهاها؟ أي أكم يوم يومين ثلاثة، كان أربعة خمسة ستة، كان كل شيء منتي، ما عدناش نسمع بمشاكل المساجين. وعلى فكرة كان عنده اقتراح، ما أدري نفذ جزء منه ولا ما نفذش، اللي بيحفظ كذا جزء من المساجين بيطلع قرآن، اللي بيحفظ قرآن بيطلع. ليش سايرين عليه؟ بده يصلح الشعب، بيصلح الاقتصاد. طيب شو رأيكم برضو من الأمور اللي بتخليهم يثوروا عليه؟ الآن عم بيحاكم المافيات. وزير داخلية سابق، اسمعوا الآن، وزير داخلية سابق تم اكتشافه انه رئيس المافيا في تركيا. انتم بتصفروا؟ ليش مين رئيس؟ مين الملك حسين؟ هو رئيس المافيا بالمنطقة. على فكرة خاله للملك حسين كان اكبر مهرب للمخدرات في المنطقة. خاله اكبر مهرب للمخدرات في المنطقة. لاحظوا الان هذا اللي مخوف كثيرين من مراكز القوة عنده، انه قاعد بيمسكهم وزير داخلية. تصوروا شو الداخلية يعني؟ شو يعني الداخلية؟ يعني المسؤول عن الامن في البلد. تم القاء القبض عليه بصفته مافيا، رئيس مافيا مافيات، بقصقص قاعد جناحه. فاللي شايفينها انتم الثورة هذه كلها، ما اظن لانه بنى مسجد مقابل اتاتورك. في قانون على فكرة برضو اقره، قانون هذا بقول انه النساء التركيات الان حرات، حرة الواحدة فيهم انها تتحجب وتدخل الجامعة تتحجب وتكون عاملة في الدولة. لانه تصوروا العلمانية اللي بتتبجح قال في حريات، مانعين النساء التركيات اذا بتتحجبي تدخل الجامعة او تكوني في وظيفة في الدولة. اجا هو لغى هذا القانون، اجا لغى هذا القانون. ممكن هذا برضو انا في ظني، وان كان بركزوا عليه وقاعدين بيقولوا بعيد ما بعيد قال المظاهر الاسلامية في البلد. طب هو ايش يعني المظاهر الاسلامية؟ انتوا ايش دخلكم في اللي بلبس؟ ايش دخلكم في اللي بلبس؟ بيزعموا انه الاسلاميين، لاحظوا كنتوا تسمعوا العلمانيين بيقولوا انه الاسلاميين قال بيجبروا نسوانهم على لباس الشرعي. ها انتوا بتكتشفوا مين اللي قاعد بيجبر انه الناس ما تلبسش؟ قوانينهم هي اللي بتجبر الناس ما يلبسش. ولاحظتوا انتوا في فرنسا اكم بنت بيحطوا على روسهم، ها اتدخل فيها رئيس الوزراء، بدهمش على حساب ولك حاطة من البرد، هي البلد باردة. لا ما هو مبين شكله ديني. طب شو علاقتك ولك ديني؟ شو علاقتك انت؟ ما هي بتقول العلمانية حرية. حتى تدركوا انه هذا كله كلام علمانية في اطار مفاهيمهم المنحرفة، مفاهيمهم المنحرفة. ليش هذا الدين بالذات اللي بيستفزهم؟ ليش هذا الدين بالذات اللي بيستفزهم؟ لانه كل الاديان علاقة العبد مع الرب. اما اللي بده يصلح حال الشعوب وبدو يقضي على الظالمين واللي جاي من اجل انصاف الناس، طبعا هذا بده يستفز اللصوص. وكثير من هؤلاء اللصوص هم من الحكام اللي كانوا موجودين بالنسبة لتركيا، حكام فلان وفلان وفلان، بيخافوا انه الخيوط في النهاية اذا بضل هذا الرجل، الخيوط بالنهاية تصير تروح وتيجي، توصل جنرالات وتوصل رئيس جمهورية وتوصل غيره. كن قالوا شو بيقولوا الوقحين؟ بدهم يرجعونا للقرون الوسطى. قال اربكان بده يرجعهم للقرون الوسطى. رجع الكتاب بالحروف العربيه، فارس رجع العربيه بعد ما كان اتاتورك تآمر على مساله العربيه. هو الرجل رجع الحرف العربي، رجع اللغه العربيه تدريسها في المدارس. لحظه عربيه، كتاب اللغه كلها عربيه. انتوا لاحظتوا اول ما اجل شوي، ما لاحظتوا انه ارتفعت وتيرة الصراع
بين القبارس الاتراك واليونانيين وصارت حوادث قتل وشوي بدأت الامور تتوتر. هم قصدهم ايش؟ يورطوا الرجل بحرب مع اليونان جارته، مع اليونان جارته. ولأول مرة على فكرة بصير بين اليونان وتركيا علاقات، يعني صاروا يتقبلوا بعضهم لما اجى أربكان. هم حاولت الدول الغربية تعمل له اثارة في قبرص، اذا بتلاحظوا لما صارت المشاكل بداية حكمه الان ما بتسمعوش في شيء اسمه قبرص. خضر يطوق الامر، بدهم يفتحوا له جبهة، لانه على فكرة اللي نزل الجيش التركي لنصرة الاتراك القبارصة وقال هون حدود القبارص الاتراك وهون اليونانيين، وفرض امر واقع هو اربكان، لانه كان وقتها نائب رئيس الوزراء، استغل انه رئيس الوزراء كان في الخارج، في سفر في الخارج، نزل الجيش التركي في قبرص وقسمها وقال هون الاتراك وهون اليونانيين. هو فلما اجى بدهم يردوا يلعبوا له ويذكروه بال ما زبطش معهم. اذا بتلاحظوا هدية الامور مش بس في قبرص، وهدية الامور بينه وبين اليونان، لانه الرجل فاهم اللعبة كلها، فاهم اللعبة. وهذا هو اللي بيجعلهم حتى تدركوا انه لو كانوا حكامنا مش جواسيس كان شو بنكون وحالنا. انتبهتوا؟ هذا مثال، هذا اللي خايفين منه. هذا مثال بيعلن العالم الاسلامي والعربي انه حكامكم جواسيس. شو بيعملوا خلال هالسنين؟ كل ما بال ديونكم بتزيد، ديون بتزيد. خير، هاي مثال. ومثال مشرك. فاذا كان يعني في بداية كلامنا تكلمنا عن الهم في الاردن والهم في الجزائر والهم، بس كلها عاية على فكرة تحمل في طياتها خير. انتم ما قرأتوا في سورة يوسف لما يوسف عليه السلام في النهاية ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء. لما يريد شيء ما بتشوف للامور ماشي 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 اوب. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. هم بظنوا على فكرة هؤلاء الصعاليك انه بكل هالمخططات هاي ممكن يحققوا تأخير لزحف الاسلام القادم. شوف اربكان بتعرض لهجمة اعلامية من كل العالم الان. فهم شو كانوا يقولوا لكم؟ انه هي يوافق على قضية المدارس وهي يوافق على القضية الفلانية وهي يوافق، مش هيك كانوا يقولوا؟ طب ممتاز، ما زام موافق شو المشكلة اللي موجودة الان في تركيا؟ ما زام موافق شو المشكلة اللي ثايرة بينه وبين الجيش؟ لعلمكم في الاخير ما وافق لهم مش ولا على اشي، هو ناورهم وكشفهم. لذلك الجيش على فكرة لم يمر الجيش في تاريخ تركيا في مرحلة اضعف منها الان وقعه الان، يعني رجل بيلعب معهم بشكل مرتب. لعلمكم اخرج مظاهرة بمليون انسان في اسطنبول، اخرج مظاهرة بمليون انسان بعد ما طلبوا يغلق مدارس. ولذلك بدوا كثير منهم يحسب حسابات، ولذلك راهنوا على ايش؟ انهم قوضوا حكمه في البرلمان الان، في البرلمان الان. على اي حال بدو يسلم تشيلر يبدو لتحكم سنة ثم تكون انتخابات عامة، وهو يراهن اربكان انه في الانتخابات القادمة يصبح موقفه اقوى. فاذا ما تظنوش تاريخنا واقعنا الان كله سيء، لا لا لا، هناك بشائر في اماكن كثيرة وهناك اضواء. حتى وجود الجواسيس هذول وسفالتهم وانكشفوا للناس، هذا كله من ارهاصات الخلاص ان شاء الله. ان ربي لطيف لما يشاء. لطيف على فكرة فيها معنى الخفاء، يعني يحقق ما يريد
بلطف خفاء، ان ربي لطيف لما يشاء. شفتوا مثلا قضية فالتقطه آل فرعون، شفتوا فرعون هو حامل موسى عليه السلام وبوبو يا بوبو شو بعدين؟ ولك لو نكشف لك تخطيط الخالق او تدبير الخالق وتشوف شو بده يصير. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لذلك انا لا ارى انه هذه الامة الا، انتبهوا الان، عكس ما بتصوروا كثيرين، الامة في تقدم ولا يمكن تتأخر. اما المشاكل هاي والدماء اللي بتسيل هذه اصلا ضرورات الطريق كما يقول، لابد، هذا لابد ان يحصل، ولابد انه يثبتوا الناس انهم بقدموا وبيجاهدوا حتى تكون ثمار. قديش معنا؟ خلاص دقيقة واحدة. نعم. رئيس ديميريل كان رئيس وزراء، ترشح بدل ما ترشح لرئيس الوزراء ترشح رئاسة الجمهورية، فهو تم انتخابه في البرلمان رئيس جمهورية، تم انتخابه اظن في البرلمان رئيس جمهورية بعد ما كان في يوم من الايام رئيس وزراء، وحل محله في حزب تشيلر، لانه هو تشيلر من حزب الطريق القويم، هو وتشيلر من حزب الطريق القويم اللي هو ديميريل. فالان لما بصير على فكرة تشيلر بتصير رئيسة الوزراء، بيكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من نفس الحزب للطريق القويم، هذا بيجعل تشيلر اقوى في مواجهة الجيش. سؤال، ليش تشيلر بدها تكون قوية مع الجيش اذا ارادت؟ لانه لا تستطيع ان تراهن على مستقبل حزبها السياسي، لانه الشعب التركي بلاحظ، ولذلك راح تكون هي برضو في تنفيذ وصايا الجيش حذرة، لانها لا تريد ان تفقد جزء من قاعدتها. ليش؟ لانه حزب الطريق القويم في جزء من الاسلاميين بايدوه، وفي جزء من البرلمانيين في حزب الطريق القويم موجودين يعني ناجحين في انتخابات مع تشيلر، وكثير من الاحزاب الان، كثير من الاحزاب التركية فيها اسلاميين هون وهون وهون وهون، يعني مش اربكان لوحده. احنا بنحكي لكم عن اربكان الان، بس الاسلاميين وين موجودين؟ موجودين في اكثر من حزب، وعلى رأسهم حزب تشيلر الطريق القويم، الهم ضغوطات. ولذلك تشيلر مش مستعدة انها تراهن على مستقبلها انه يكون لها اربكان. طيب خذي تصرفي، يلا اخضعي للجيش، يلا اشوف اضرب الاسلاميين، وفي الانتخابات القادمة تروحي وحزبها. رجل بيفهم، لما الله سبحانه وتعالى بده بيحصل، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.